يعد الثلج النفط الأبيض بالنسبة لسكان المدن الساحلية. هنا في مدينة الحديدة غربي البلاد تتشكل معاناة المواطنين في ظل غيابه على نحو بالغ، خصوصا في فصل الصيف، إذ صار الثلج واحدا من وسائل التبريد المستخدمة، وغدت الثلاجات الكهربائية غير ذات جدوى بسبب انقطاع الكهرباء منذ ما يزيد عن 6 أشهر كاملة. انعكس غياب التيار على حفظ الأدوية وأصاب التلف عددا منها، حيث كان الثلج أحد أهم وسائل حفظ الأدوية، ولم يعد بإمكان الصيدليات توفير الثلاجات اللازمة لحفظها. التبريد مهم جدا بالنسبة للأدوية، خاصة الأدوية المهمة جدا زي الأنسولين، الألبومين، وبعض الأدوية التي يحتاجها المريض. معظم الصيدليات لا يمتلكون الثلاجات، لذلك لا يمتلكون هذه الأدوية ولا يستطيعون أن يحضروها لأنها تحتاج إلى تبريد. المحلات التجارية أيضا ليست بمنأى عن ذلك في ظل غياب هذه الخدمة التي اعتاد عليها الناس. يحاولون هنا الحفاظ على المواد الغذائية بطرق مختلفة، لكنها لا تؤدي الغرض فيما لا تكترث السلطات لغياب التيار الكهربائي ومحاولات الناس المستميتة لحفظ الأدوية قبل الأطعمة، فحياة المواطنين بالنسبة للمسؤولين هموم مؤجلة حتى إشعار آخر.